بتمنى الله يشفيك ويساعدك، بتمنى تسامحني بالكان. شو عم تعملي عندك؟ عم جيب التياب اللي بدها غسيل امي. خبرني، يعني شاكك بعزيزة؟ وبرأيك هي ساعدته؟ ما خطر ببالي ولا للحظة واحدة. خلينا ما نتعب حالنا يا إلديس، انتي بتكوني بنت بارباروس كاراكايا وبتعرفي شو اللي بقصده. انت عم تلومني على هالشي؟ عشنا بنفس البيت سنين طويلة، نحن أكتر من أخوة يا كارتال، كيف فيك تتهمني؟ طلع بوشي، أخوك عمل هالشي، كان قاسي كتير، بس هو كمان أبوهن لولادي. كيف ممكن تقلي هاد الحكي يا كارتال؟ هنن أجوا من ميتم الأطفال اللي عم يساعدوا كارتال بيك، فعم يسألوا إمتى رح تكون المشتريات جاهزة. قديش صاروا؟ صاروا 28، رح نجهز 40 يتيم. لسه 12؟ إيه. يا ربي كرمال هالأطفال الأيتام يلي عم نساعدهم رجعلنا بالكان على البيت بخير وسلامة. بكفي يا بنتي بكفي، ما بقى تبكي، رجاء ما تجيبي زعل على البيت. رح أغلفها كمان. بس اليوم مو عيد ميلادي مو؟ ولا اليوم عيد ميلادي؟ يعني انت عاملين لي مفاجأة؟ لهيك طلبت مني عمتي تونا ما أنزل لهون. يا حبيبتي فعلا إذا خبرت الطفل ما يروح لشي مكان رح يروح لهنيك فورا. بقدر ألعب فيهم هلأ؟ هدول مو إلك حبيبتي، هدول الأغراض لأخوتنا الأطفال يلي ما عندهم ألعاب ولا حتى تياب. خلي أمهم تروح تشتري لهم واتركولي هدول إلي. هنن أطفال أيتام وهاد ندر. شو معنى كلمة ندر؟ ها اسمعوا الأسئلة. منعمل معروف ومنطلب من الله إنه يحقق رغبتنا، يعني منطلب من الله المساعدة، تمام؟ شو بدكن حتى يحقق لكن؟ خدوا هاللعبة معكن، شوفيني بعدت هدية مثلكن حتى تقدر أمي ترجع، وإلا رح صير يتيمة. عمتي يا روحي امشي هلأ معقول على غرفتك ولعبوا مع بعضكن. يلا تعي حبيبتي. يا رب اغفر له لبالكان وشفيه بسرعة كرمال هالطفلة الصغيرة. هلأ إجا وقتك، اليوم رح نحل الشراكة اللي تجمعنا مع ألبان وجماعته ورح ننفصل عنهم، ولهيك الواحد بيعتبر حاله بصفهم مو بصفي رح يموت، وبعدين رح نقعد بمكان الأشخاص اللي ماتوا. أمور بربروس بيك. رح نبعت اليوم شحنة سلاح على لبنان، استلموه خلال 24 ساعة من مضيف البوسفور، المخدرات ما رح تكون عائق. إيه بأمرك بربروس بيك. متين، العرب موجودين باسطنبول، حل هالمشكلة.
سلم سبائك الذهب لحارسي الشخصي آدم. شكرا لك سيد بربروس. إذا بتشكرني بجنازة عيلة الألبان بيكون أفضل بكتير. مع السلامة. تحول عائل اسكندر لحجر صلب كتير بسبب الحقد. ما ضل معهم وقت إلا 10 دقايق. دور على كارتال. احكي لي عن الممرضة، في شي عن هالبنت ما بعرفه؟ وانتي بتعرفيه وما قلتي عنه؟ أخي نعم. من 55 دقيقة أعطيته لأبوك فترة سماح لمدة ساعة. بعتقد إنه ما خبرك لأنه هاتفي ما رن أبداً. واضح ما عبر القصة. كارتال، أنت عم تختبر صبري بحبس بنتي واحتجازها عندك. اسمعني، رح أهدم الدنيا فوق راسكم. بس بنتك حرة، هلا بيوصلها يا مان. ما رح تبعتني لأنك خايف من أبي، أكيد أنت رح تبعتني لأنه عندك خطة. ولادك مثل ولادي، بتعرفي هالشي مو؟ لهيك ما تاكليهم. بكرة حسب حالة أخي منحكي على طريقة لقائك فيهم. يا مان، لما فتح عيونه كان العرق معبي ظهره وقلبه عم ينبض مثل الطبل. كيف مثل الطبل؟ هيك بوب بوب بوب. كان كل جسمه والمكان اللي واقف فيه وغرفته والبيت، العالم كله عم يتحرك على إيقاع قلبه. يلا خلينا نشوف إذا إيكين تعلم إنه يعزف على الجيتار. تمام؟ راجع أنا شوفك. عقلة بعده عند أمي، بتضل عم تتذكرها. حبيبتي المسكينة. شو صار؟ لسه بالجراح. ما بيهمني وضع أبي، سألت عن أمي. سيلين خايفة، عم فكر أخدها ونروح لعن جدي لتهدى الأمور. نحن ناطرين الأخبار، الأفضل نبقى كلياتنا مع بعض. أنت ما بدك تبعتيها لعن جدي؟ في هيك شي؟ بتعتقدي جدي ممكن يكون له علاقة بقصة طعن أبي؟ ولهيك خبيت أمي بمكان بعيد؟ شوف كوزي، بالنسبة لألي أنت أغلى شخص على قلبي من كل هذا البيت. ما رح أسمح لك تزعل أبداً. زعاملتي أمي بطريقة معادلة أكيد رح أوقف بوشك. ما بسأل لا عنك ولا عن غيرك، وما بيهمني إذا كارتال هو عمي. لما رح أجي أخذ هاد منك رح يتم تحقيق العدالة. هالتافه ما رح يسرق حياة أي شخص مرة تانية. ما قدرت تقابلني، بس رح ألتقي فيك شي يوم. ما اتصلت؟ لا، قولي الحقيقة، صار شي لعزيزة؟ شفت هي بإيد الشب، هي ليش راحت؟ ليش حتى تعمل هذا الشيء؟ إذا طلبوكي لحتى يعرفوا أي شيء قليلن، حكيت مع الدكتور وراح يشيلوا أجهزة دعم الحياة بسبب فشل أعضاء كتيرة عند الشاب. رح يفصلوا الآلة عن هالشاب. أنت بتعرفي أكتر مني قديش عزيزة ساعدته، أكيد هي بدها تودعه، بس خلص الوقت. عزيزي لازم تعرف أي ساعاته الأخيرة.
صار دوري بالاستجواب؟ نسيتي إني استجوبتك بالغابة؟ معناها ليش لساتني هون؟ لو ما شفتك أكيد كان اختلف الموضوع كتير. تسمحي لي ساعدك شوي؟ هالجرح صار بالغابة؟ مين انتي؟ شو هي مشكلتك مع اخي؟ مو كل شي بيصير بالعالم متعلق فيك وبعيلتك. عمتك يلي دخلتني جبرتني، ما كان بدي هالشي، مع هيك حاولت إنها ترجيني. عم تطلعي علينا بطريقة غريبة، أنا حاسس ما اكتشفت الحقيقة لحد هلأ. هي هي النظرة. سيدي؟ ما شفتوا وين المرة؟ بالكان ألبان قرب بيموت. هالمرة هي سبب الجريمة اللي شعلت حرب المافيا. بدي إياكن تلاقوها. سووا اللي بدكن تسووه، أنا معكن، بس بدي تلاقوا هالمرة. يلا يلا. شو عم تساوي هون؟ الممرضة الغبية هي عملت كل شيء. شو؟ أوف كارتال، هالأدوية كانت بشنتتها، بس هدول مو دواء. تعرف شو هدول؟ سم. لو ما مسكتها يمكن قتلتكم كلكم. خبر كارتال إني ما غفرت له رغم اللي عمله. أهلا وسهلا. جبت لك شنتك لعندك، هدول كانوا فيها. شو هدول؟ رح خبرك. هاد سم. شو كنتي رح تعملي فيه؟ يلا جاوبيني. وانتي كيف عرفتي شو نوع الأدوية؟ ها
القضية مو عن ثقافتنا العامة. شو بدك من عيلة ألبان؟ شو كنتي رح تعملي؟ انتي عملتي هيك ببالكان مو؟ أنا كشفتك، رح نشوف شو رح تعملي. هاتي. ايه بابا، كيفو بالكان؟ هيك بدك؟ تمام؟ بدك تشوفيني عموت وتطلع من تمي رغوة؟ بتمنى اشوف هالشي، بس كأنه في أخبار عن بالكان، ما رح يكون الموت سريع كتير. بالعافية. السم بطيء المفعول، ما بيقتل فورا، حتى بالأول بيرجف الجسم، بعدين بيتخدر كل الجسم ببطء. راح تحس بالبرود والتعرق، بعد 4 ساعات بيصير عندك تشنجات وبينهار الجهاز العصبي من الألم. حطي هاي على وشك، وهلأ هاتي لشوف، خبرينا شو في أخبار جديدة عن بالكان. انت عملتني لعبة إلو وكسرة. كل ما تحسنت أسرع بيكون أفضل، مو هيك؟ ما عندك مانع إذا بينت هيك بالجنازة؟ لا تحكي هالحكي المزعج، خبريني كيف صار هالشي. ما عملت شي، ما كانت جهودي أنا، هي الممرضة. شو في كارتال؟ شو قال؟ كارتال شو اللي صار؟ اللي مات بالكان؟ وين السم؟ متأكدة إنه رح يكون له تأثير؟ أكيد هالدواء فيه له تأثير، بالنهاية هذا طب. بس لو كان سم كنت هلأ ميتة. يمكن موتك بين إيدي يخليكي منتبهة. آسيا خلصنا، إذا سم رح تموت، خلينا نروح. لوين؟ شو في كارتال؟ أخي توفى. على كلامك الممرضة دخلت على قصر ألبان بخطة مسبقة، في عداوة سابقة بينها وبين عيلة ألبان. كارتال شاكك فيني وبالممرضة. ما في يعمل لك شيء، بس إذا ما صدق كلام الممرضة أكيد رح يقتلها ويدفنها، بس إذا صدقها رح نستخدم هالبنت لصالحنا.
بابا جيب لي ولادي كمان، سفرنا برا البلد. لسه ما في شي واضح إلا إذا مات بالكان، أما إذا بقي فالوضع مختلف. يعني أنت لسه رح ترجعني لهني وانضرب كل حياتي؟ يعني لازم يضل يقتلني؟ هلأ كل شي ضروري رح تساوي هيك دائما، كل اللي بدك ياه بيصير دائما يا أبي، كأني حيوان وعطيته لعائلة الألبان. بدك حفيد، حتى لو بزوايا السجون أنت حطيتني بأحضان هالمجنون. مبارح اضطريت أقتل زلمة بسببه، بس لسه بعيونك ما في إلي قيمة إلا كرمال كوزي. شو سويت بابا؟ أنا بنتك يلدس، ليش بتكرهني كتير؟ خبرني شو اللي عملته؟ شو سويت؟ تعرف أكتر زلمة كرهته بحياتي كلها كان بالكان، بس التاني هو أنت. خلي الكل يجتمع بالصالون. كارتال، انت واخي من ساعة ما عم تردوا علي، شو عم بصير؟ شو في؟ الكل على الصالون، خبري كوزي يترك سيلين بغرفتها. أخي، كيف صار أخي بالكان؟ ما سمعنا أخبار عنه. شو يا أخي؟ أخي أعطاكن عمره. عمي خلينا نحكي. أحكي. وين أمي؟ هي عن جدك. ليش؟ قررت تروح بس بتقدر ترجع. كوزاي ابني. اسكتي، ما في داعي تقولي لي اهدى. قلتلك ما رح أقبل إنه تلوم أمي. كوزاي اهدى ابني، ما حدا عمل هيك. في شي بتعرفه؟ بعرف شي واحد، ما رح اسمح لحدا أبدا إنه يأذي أمي. شو بعمل معاي؟ خبروني شو بدكن مني. الحقيقة بس نعرف مين له إيد بموت أخي. وقتها فيك تروحي، وقتها بس بتصيري حرة. ما بتقدر تتركني هون. ابني كوزي. كوزي طول بالك. كوزي اسمعني،
شو صار كوزي؟ ابني قوم ارفع راسه فورا. لا تمسك ايده هيك بتأذيه. قلبه حتى ما يختنق بريقه. لا تلمسوه كوزي. بعرف سامعني. اهدى لا تخاف، هالشي رح يمرق. اهدى اهدى لا تخاف. هلا تخيل هالصورة، اختك موجودة بالغابة، تعرف انها مبسوطة رغم انه دايرت لك دهرة، بس ما في داعي تشوف وشها. اهدى هالشي رح يمرق. اهدى لا تخاف. اهدى وروق. اهدى اهدى افتح ايدك انا جنبك. اهدى 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 شوي. اهدى برافو هالشي منيح تمام. خدوه على الغرفة. يا مان هدوء. يلا على مان. لا تفتحي أبدا من شان الهواء، افتحي بس الشباك. حدا شافه إذا ضرب راسه بشي مكان؟ تونا حكيتي مع الدكتور شي؟ رجاءً واحد بس يبقى. طلعي من الغرفة. أكيد إذا فاقكو زي رح ينحرج منك. وأنت عمتي يلا. كم مرة بيتعرض لهالشي؟ من فترة للتانية بيغمى عليه. الدكتور قال عصبي. ما بعتقد عصبية، بعتقد في شي تاني. فحصوه ما لقوا أي شي تاني. في دواء عم يشرب منه؟ مضاد اكتئاب خفيف. ليش؟ برأيك الغلط شو هو؟ ما بظن هيك، الحالة مألوفة بالنسبة لإلي. شو؟ هالولد مصاب بالصرع. مو صح، كنت عرفت بهذا الشيء. ما بتعرف معناها خبوا التشخيص عنك. عندهم أسباب كتير حتى يخبوا هالشيء. انتو مثل كل الناس، ما رح اتفاجأ. اهتمي بشغلك. في اخبار من المشفى يا سيدي، مات بالكان ألبان. كيف صرت؟ شوي اللي صار لي. صار معك نوبة خفيفة. مين شاف؟ لا تزعج حالك، لا تخجل من حدا عم بتمر بشغلات صعبة.
كوزي؟ عمي انت منيح حبيبي؟ سيلين ما شافتني مو؟ لا ما شافتك، هي ما بتعرف شيء، لا تاكل هم. ابني يلي مرقت فيه بهاليومين كان كتير صعب عليك، سامحنا سامحنا. ايه عمي صار لي كم يوم قلقان عليك وبعرف ما لك علاقة. انت مو مثلهم ابدا، ما بيهمني ابي، لانه بالحقيقة عندي اب واحد هو انت. لا عاد تتركني مربط مرة تانية، ماشي؟ شو بدك لأعمل لك فورا؟ بس بدي أعرف إذا كانت أمي بخير يا عمي، إذا رح نكون بوضع أفضل عن جدي بارباروس بعطني أنا وأختي لهنيك. تمام، إذا احترق كل العالم حتى لو احترقت أنا ما بيهمني، المهم أنتوا اتنين وبس. تمام؟ السيد اسكندر اجى من المشفى هلا وبده يشوفك. رح اشوف، لا تاكل هم بخصوص اي شيء، انا هون معك. تمام يلا. لوين؟ عمي رح اروح على الحمام. يلا انا باخدك. ما في داعي ابدا، انا مو صغير. شو صار؟ هذا تحدي؟ أنا لسه ما متت وجسمي قوي لحد هلأ. شاطرة بشغلك، عندك خدعة لهالشي كمان. يمان لا تترك الممرضة وكوزي لحالهم، خلي عيونك عليها ولا تخليها تطلع، وكمان خبرني إذا ساءت حالتها. ما حدا بيعرف، لأنه يمكن تكون شربت سم. شو هالموضوع العاجل يا هيمت حتى اجيت لهون عبيت الجنازة؟ كان عمك رح يتصل من الخط الآمن، موضوع عاجل، الموضوع عن بارباروس كاراكايا. فهمت عليك، كاراكايا ما رح يهدى، بده يخلي عائلتنا تشارك بالحرب كمان. اتصل هلأ بشخص من جماعتك، خليهم ينتظروا الخبر مني، وخبر بقية أفراد المنطقة يكونوا جاهزين وينطلقوا مع طلبي. حاضر، نحن بأمرك. بنتي حطي هالغطا الكبير. يلا سيلين، جبت لك هالأكل كلي منه حبيبتي، انتي جوعانة مو هيك؟ خبريني ليش عم يطبخوا هالأكل هالأكل؟ هالطفلة مو فهمانة شي، كيف رح تفهم؟ هي شافت أبوها يوم بس يوم واحد، لأنه رح يجي لعنا ضيوف ورح ياكلوا من هالأكل. طيب انتي ليش زعلانة وعم تبكي؟ يعني ما بتنبسطي لما يجي لعنا ضيوف؟ بس هالمرة غير يا حبيبتي. يا حبيبتي شو عم بتقولي للطفلة؟ بنتي سيلين كأنك اليوم ما قريتي بكتبك مو؟ أنا نسيتهم. آه تعالي لنقرأ، روحي على غرفتك وقري كتبك منيح يا حلوة، وبس تخلصي خبريني. ماشي ماشي ماشي، يلا تعالي. نيجار رجعنا تفقدي كل شي منيح وتأكدي إنه ما يكون في شي ناقص.
اسمعوني شو رح أقول. مهما كنتوا زعلانين اليوم انهوا كل شي هون. ممنوع حدا يبكي اليوم، لأنه قاتل بالكان واحد من اللي رح يجوا، وأكيد رح ألوم اللي رح يسعد عدوي. وين يلدس؟ بعد ما تخلص التعازي رح يكون أكتر سؤال منسمعه اليوم. يامان، كوزي صار لازم ياخد أدويته، جيبهن من الغرفة. رح جيبه. معناتها لازم مفكر انك صرت قائد بس لانه حبينا رايك مره. انا ميت لحتى تتصرف من عندك بلا موافقتي. لما اعطيت يلدز لبارباروس انت بوقتها كسرت لي كلمتي. خبرتك من اليوم اللي رحنا فيه على السجن انهم رح يقتلوا لاخي، وباعتبار انك رب الاسره اخذت كل احتياطاتك. حسن خدوا على غرفته خليهم يفحصوا له ضغط دمه. شو قالت الممرضة؟ لسه في حكي بيناتنا، في مخطط كبير. بارباروس رح يفسخ الشراكة لحتى يتركنا لحالنا. رح نحاربه من لحالنا، ما رح نقدر. احنا لازم نبقى على الطاولة. بارباروس عم ينفذ خطة، بس انا عندي خطة بتاخد الحل. شو مخبية؟ ما في اي شيء. يعني انا كنت عم هلوس قبل شوي. يا اخي دورت عليك كتير، خبرني أخي ليش متخبي هون؟ ألو؟ تعي، ما كنت متخبي، بس تعبت شوي وكانت الممرضة عم تعتني فيني. أنا بدي أمي. قلي وين راحت أمي؟ قلي لوين راحت؟ هي راحت مع أبي شي؟ أمي راحت لعند جدي، رح أحكي معه وتسمعيه تمام؟ وين تليفوني؟ بغرفتي. لا تروح انت، انا بجيبه. لوين؟
بدي جيب موبايل كوزي. طيب شو رح يعمل موبايل كوزي بغرفة اسكندر بيك؟ مين اللي طلعك؟ شوفي شو صار؟ بدها تجيب تليفون كوزي من غرفة اسكندر بيك. شو بكي فيكي تتأكدي من كوزي؟ مو كل حفرة فيكي تطلعي منها. بيعرف كارتال عن هالشي؟ هي ممرضة، القيادة العليا بهذا البيت هي الاسكندر بيك، وكل اللي بينقال بعد كلامه ما قاله أي قيمة أبداً. بكل الأحوال ما في شي ينحكى، فهمتي؟ أنا بدي أنزل، ممكن تاخدي سيلين على غرفتها؟ أكيد، تعالي. امشي بهدوء ماشي، ولما تنزل ما تتسمع على حدا، سكر عيونك وأدنك، اعتبر البيت فاضي. كيف بترسم يلي بدك ياه على ورقة ساوي نفس الشي. يمان يمان افتح، في شي ضروري. في دم لكارتال بالعلبة، لازم توصلوه على المخبر منشان فحص تقييم الكبد. لا تفتحوا قبل ما يوصل على المخبر، ما لازم يتلامس مع الهواء أبدا. صار زلزال بيوم ولادته، وقتها قالت القابلة رح يزلزل السماء والأرض. هيك فهمت بوقتها، كانت العلامات مختلفة. يوم اللي ولد الأرض انحسرت تحته تماما. بالكان كان حظه سيء، رح يسألوني عن يلدز. شو قول؟ مسموح هيك؟ ايه تفضل، اهلا وسهلا. تعزيتونا. اخي رايح ارحب بالناس تحت. اللي قلته كان صح، بربروس عم بيحاول يدفننا بالحياة، حدد العائلات اللي رح تحل محلنا. هدول الحقيرين الكلاب. أنا نازل على التزاي، رح أهتم بالموضوع. لا خليك هون أخي، أنا نازل. خبرني إذا احتجت شي.